بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم لك الحمد وأنت نور السماوات والأرض ومن فيهن، ولك الحمد وأنت قيوم السماوات والأرض ومن فيهن، لك الحمد كثيرا كما تعطي كثيرا. اللهم صل وسلم وبارك وأنعم على حبيبنا محمد الشفيع المشفع السراج المنير البشير النذير صاحب الكتاب الأبقى والقلب الأتقى والثوب الأنقى، وعلى آله وصحبه وكل من اهتدى بهديه واستنى بسنته إلى يوم الدين. أحبابي من أبنائي وبناتي طلاب وطالبات الصف الثاني الثانوي، أهلا ومرحبا بكم مع بستان لغة القرآن. النهاردة شباب عايزين نتكلم عن سؤال البلاغة. زمان كان سؤال البلاغة بيسبب لنا مشكلة لأنه كان بيجي من بره المنهج، أما قطعة النصوص كانت بتيجي من المنهج المقرر علينا. دلوقتي بقت قطعة النصوص بنسميها نصوص متحررة، وبقت قطعة البلاغة هي كمان متحررة. يعني احنا النهاردة عايزين نضرب عصفورين بحجر واحد. انا عارف ان النصوص والبلاغة بيسببوا مشكلة لحضرتك، بس حضرتك لازم تعرفوا ان النصوص والبلاغة سؤال سهل جدا في الامتحان. في شوية معلومات بلاغية بس بسيطة عايزين نتعلمها، ولو اتعلمناها او فهمناها هنقدر نتعامل مع قطعة النصوص المتحررة ومع كمان قطعة البلاغة. تعالوا نشوف يا شباب مع بعض ازاي هنتعامل مع قطعة النصوص وقطعة البلاغة. يلا بينا. يلا بينا يا شباب، دلوقتي احنا مع بعض قدامنا التدريب الاول. التدريب الاول لبهاء الدين زهير، وده واحد من الشعراء اللي عاشوا في عهد الدولة الايوبية. هو اتولد في الحجاز سنة 581 هجريا، وعاش في مصر لحد 656 هجريا. عاش في صعيد مصر في مدينة قوس، وكان بيشتغل كاتب في ديوان الكتابة لحاكم مدينة قوس، وبعد كده ساب مدينة قوس وانتقل الى القاهرة واشتغل في ديوان الانشاء الخاص بالملك الصالح نجم الدين ايوب. بيحب مصر جدا، ولكن لأسباب غير معلومة رحل بهاء الدين زهير عن مصر. والراجل كاتب هنا قصيدة بيتكلم فيها عن حبه شديد لمصر وإزاي قدر يبعد عنها. فبيقول إيه: أرحل من مصر وطيب نعيمها، فأي مكان لي بعدها شائقه، وكيف وقد أضحت من الحسن جنة زرابيها مبسوسة والنمارق، وإخوان صدق يجمع الفضل شملهم، مجالسهم مما حووه حدائقه. بصوا شباب، هنعتبرها قطعة نصوص متحررة مفيش مشكلة، هنعتبرها قطعة بلاغة برضو مفيش مشكلة. المعلومات البلاغية اللي لازم تعرفها إن أي شاعر لما بيجي يكتب قصيدة بيكون عنده موقف هو مر بيه أو حدث اتعرض له. هنا بهاء الدين اتعرض لحدث إن هو ساب مصر اللي هو بيحبها، فاتحركت جوه عقله فكرة تجاه هذا الحدث، وتكون جوه قلبه عاطفة تجاه هذا الحدث. يبقى أي شاعر بيكتب قصيدة بيكون عنده حاجتين، بيكون عنده فكرة تجاه الحدث، وتكون عنده عاطفة جوه قلبه تجاه الحدث أو الموقف. بيجمع الاثنين دول مع بعض يا شباب، وبيحاول بقى يجيب بعض الصور التعبيرية اللي يعبر بيها عن فكرته واللي يعبر بيها عن العاطفة اللي في قلبه. طب ايه الحاجات اللي بيستخدمها عشان يقدر يعبر عن الاثنين دول؟ بيستخدم ألفاظ، بيستخدم موسيقى، بيستخدم أساليب خبرية وإنشائية، وكمان بيستخدم صور خيالية اللي هي الاستعارة والكناية والتشبيه والمجاز المرسل. تعال أول نشوف الراجل مع بعض، إيه الفكرة اللي مع الراجل هنا في الأبيات؟ الفكرة هي تعلقه بمصر وعدم القدرة على فراقها، دي الفكرة. طب والعاطفة؟ الحب الشديد لمصر. فبيقول في أول بيت إيه بقى؟ أرحل من مصر، وقف كده معايا، أنا شايف إن الأسلوب إنشائي لأنه بدأ بهمزة الاستفهام، يعني ده أسلوب إنشائي نوع استفهام. راجل بيقول أرحل من مصر، يبقى راجل بيبدي تعجبه، يبقى هنا الغرض التعجب. خدت بالك إن كلمة أرحل فعل مضارع، يعني عندك تجدد وعندك استمرار. خدت بالك بيقول أرحل من مصر، خد بالك ما قالش عن مصر، قال من مصر. من حرف جر يفيد التبعيض، يعني بعض من الكل، يعني الشاعر هنا ما رحلش كلية، يعني يمكن رحل بجسده ولكنه ترك القلب في مصر مع من يحب. يعني معنى كده هو رحل بجسمه بس عقله في مصر وقلبه في مصر، عشان كده استخدم من ما استخدمش عن. أرحل من مصر وطيب نعيمها، طيب نكرة ونعيم معرفة، والنكرة لما يجي وراها معرفة بتبقى مضاف إليه، يعني هو أضاف كلمة طيب لكلمة نعيم، وده بيساوي الارتباط والتخصيص. عايز يربط الطيب بمصر وعايز يخص النعيم في مصر، فقال طيب نعيمها اللي هي عايدة على مصر. رجع قال فأي مكان لي بعدها شائقه، خد بالك أي دي تعرب مبتدأ، وخد بالك كلمة مكان تعرب مضاف إليه، وكلمة شائق تعرب خبر، يعني أصل الجملة فأي مكان شائق لي بعدها. قدم شبهين جملة، قدم لي جر ومجرور، وقدم الظرف والمضاف إليه، على مين بقى؟ على الخبر. يبقى ده أسلوب قصر، غرر التوكيد والتخصيص. طب أنت خدت بالك إن كلمة فأي أسلوب إنشائي؟
نوع استفهام. خد بقى قاعده وما تنساهاش، اي سؤال اجابته بلا لازم يكون غرضه النفي. انا هسالك اهو، هل هناك مكان افضل من مصر؟ جاوب. هتقول لي لا طبعا دي بلغه الشعراء، لا بينه وبين بعض ممكن يكون في مكان افضل، لكن بالنسبه للوطنيه لا. يبقى اي سؤال اجابته بلا غرضه النفي، اوعى تنسى. هسالك سؤال من عندي، هل هناك خالق غير الله؟ ها، في خالق غير ربنا؟ يلا رد. هتقولي لا يبقى غرض النفي. هل تغيب المعلم عن المحاضره اليوم؟ انا معاك اهو، يبقى لا غرض النفي. هل تركنا النافذه مفتوحه اثناء الشرح؟ لا يبقى غرض النفي. هل انقطع التيار الكهربائي اثناء التسجيل؟ لا يبقى غرض النفي. يبقى اي سؤال اجابته لا غرض النفي. يبقى انت كده قلت ان في اي اسلوب انشاء نوع استفهام غرض النفي، وقلت ارحب اسلوب انشاء نوع استفهام غرض التعجب. خدت بالك ان كلمه ارحل معناها اترك المكان؟ طب خدت بالك ان كلمه شائق معناها جذاب او معناها ممتع؟ والشيء لما يكون جذاب وممتع هيخليك تقعد. يبقى معنى كان كلمه ارحل وكلمه شائق بينهما طباق، وخد بالك الطباق محسن بديع معنوي بيوضح المعنى ويقوي المعنى ويؤكد المعنى ويفيد العموم والشمول. فاي مكان ليه بعدها شائق اسلوب قصر، وكيف وقد اضحت من الحسن جنه، ده اسلوب انشاء تاني نوع استفهام برضه غرض التعجب، بيتعجب ازاي اسيبها بعد ما اصبحت جنه بالنسبه لي، يبقى ده برضه اسلوب انشائي نوع استفهام غرض التعجب. وكيف وقد اضحت، خد بالك قد للتوكيد لما يجي وراها فعل ماض، لكن لو جه وراها فعل مضارع يبقى الشك او القصر او القله، هنا ماض يبقى الثبوت والتحقق، وقد فيه التوكيد. وقد اضحت، خد بالك اضحت من اخوات كان، يعني هيجي وراها اسمها وخبرها. فين اسم اضحت هنا؟ هي ضمير مستتر يعود على مصر، والتاء تاء التانيث. اضحت مالها؟ جنه، يبقى جنه خبر اضحت منصوب، وخد بالك الجر ومجرور اسلوب قصر، يضحك عليك اخر سنه يقول لك ايه بقى؟ ايهما اجمل ولماذا؟ اضحت من الحسن جنه ولا اضحت جنه من الحسن؟ لا طبعا اضحت من الحسن جنه، كلام الحكومه يكسب عشان اقدم شبه الجمله على خبر اضحت، يبقى ده هنقول عليه اسلوب قصر. خد بالك كمان ان كلمه اضحت جنه تشبيه بليغ، لانه شبه مصر بالجنه، اضحت هي جنه، يبقى ده تشبيه. انزل كده معايا، زرابيها مدسوسه والنمارق، والنمارق خد بالك التقصد بالقران الكريم، ونمارق مصفوفه وزرابي مبسوسه، يبقى معنى كده ان هنا في تقصد بصوت الغاشيه، يبقى ده اقتباس والاقتباس محسن بديعي. خد بالك لو جيت تعرف كلمه زرابيوها هتلاقيها مبتدا، ولو جيت تعرف كلمه مبسوسه هتلاقيها خبر، ولما نحط واو يبقى ده حرف عطف، يبقى هتعطف في كلمه النمارق على كلمه زرابي؟ لا، أنا هعطف جملة اسمية على جملة اسمية، يعني أصل الكلام إيه بقى؟ زرابيها مبسوسة والنمارق برضه مبسوسة، فين الخبر؟ محذوف، وخد بالك ده إجاز بحذف الخبر. حد خد باله إن كلمة زرابي معناها الوسائد التي تفرش على الأرض؟ طب حد خد بالك إن كلمة نمارق برضه الوسائد التي يتكأ عليها؟ معنى كان في ترادف، والترادف ده نوع من انواع الاطناب، والاطناب عندي من علم المعاني مش محسن بديعي ولا لون بياني. طيب رجع علق تحت، واخوان صدق، اقف، اصلها مش اخوان صدق، اصلها هم اخوان صدق، فين المبتدا؟ هم، يبقى حذف المبتدا وجاب الخبر، فقال لك اخوان صدق مالهم؟ يجمع الفضل شملهم. ايه ده، هو الفضل ينفع يجمع؟ لا، يبقى استعاره مكنيه. ايه ده، هو الشمل ينفع يتجمع؟ لا، يبقى استعاره مكنيه. ايه ده، مش يجمع مضارع للتجدد والاستمرار؟ ايوه. طب والاسلوب ده نوعه ايه في البيت كله؟ خبري. امال البيت الثاني؟ انشائي. امال البيت الاول؟ انشائي. وخد بالك يجمع الفضل شملهم، ممكن تقول كناية، كناية عن نسبة الفضل للمصريين بالبلدي كده، أي مكان يجتمع فيه المصريون أيوة هيكون معاهم الفضل، الفضل هو الخير والإحسان، وجمع الفضل فضول وأفضال. يلا نكمل، يجمع الفضل شملهم، مجالسهم مما حووه حدائقه. إيه ده، طب ما هو مجالس مبتدأ وحدائق خبر، وأي مبتدأ وخبر تشبيه بليغ، شبه مجالس المصريين بالحدائق، وده تشبيه عندك بليغ. ومجالسهم مما حووه حدائقه، ده اسلوب قصر عشان مجالس مبتدا وحدائق خبر، وفصل بينهم بكلمه مما وهي شبه جمله. وبكده نكون حللنا مع بعض مظاهر الجمال اللي موجوده جوه القطعه، فاضل بقى نتدرب على الاسئله. تعالوا بينا نشوف الاسئله هتكون ازاي. تعالوا بقى يا شباب نشوف مع بعض هنا التدريب الاول، سؤال عندنا في التدريب الاول بيقول لي تخير الإجابة الصحيحة فيما يأتي. الاستفهام في قوله فأي مكان في البيت رقم واحد، بص كده معايا، بيقول فأي مكان لي بعدها شائقه، هل هناك مكان أفضل من مصر؟ إجابتك إيه؟ أيوه قول إجابتي لأ، ها
خلاص يبقى رد النفي. طب انت عندك التقرير ولا التحصل؟ التقرير يا جماعه امتى؟ اي سؤال منفي بيكون غرض التقرير. خد بالك بقول منفي، يعني مثلا بقول لك ايه، الم تذهب الى المدرسه اليوم؟ رحت انت قايل لي بلى ذهبت الى المدرسه اليوم، يبقى غرض التقرير. الم تفهم الدرس؟ بلى فهمت الدرس، يبقى غرض التقرير. الم ده الم الن اليس؟ يبقى اي سؤال منفي غرض التقرير، لكن السؤال اللي مش منفي مش غرض التقرير. طب امتى التحسر؟ لما يكون في حزن والم. طب امتى التعجب؟ لما يكون في استنكار لشيء او بتعجب منه. طب امتى النفي؟ لما يكون اجابته لا، يبقى اخد الاجابه رقم د. يلا بينا نشوف اللي بعده. نشوف مع بعض بقى يا شباب السؤال التاني. الراجل بيقول لي الاستفهام في قوله ارحل غرضه. احنا اتفقنا ان السؤال هنا الغرض الاساسي منه ان هو بيبدي تعجبه، ازاي انا جات لي القدره ان انا ارحل من مصر؟ يبقى غرض الاستفهام هنا التعجب، مش التقرير، مش التحسر، مش التوبيخ. انا ما ببخش حد وما عنديش سؤال منفي عشان اقول تقرير، وما عنديش حزن وحسره، لكن عندي التعجب. يبقى الاجابه هتبقى رقم ج. يلا نشوف. طيب السؤال رقم 3 بيقول لي الاستفهام في البيت الثاني غرضه ايه؟ وكيف وقد اضحت من الحسن جنة؟ احنا قلنا برضه غرض الاستفهام هنا التعجب، يبقى الاجابه رقم ج. يلا نشوف اللي بعده. السؤال رقم 4 بيقول لي نوع الاسلوب في البيت الثالث واخوان صدق. انا قلت لك الاسلوب هنا خبري، راجل بيقول وهم اخوان صدق. مفيش لا امر ولا نهي ولا استفهام ولا نداء ولا تمني، ودي بنسميها الاساليب الانشائيه الطلبيه. نقولهم تاني كده، قول معايا سمعني، امر، نهي، استفهام، نداء، تمني. مفيش ولا واحده من الخمسه، يبقى مش انشائي طلبي. طب في حاجه تانيه اسمها انشائي غير طلبي، اللي هو التعجب والقسم والمدح والذم والقسم، القسم والتعجب والمدح والذم والتفضيل. الاسامي الخمس اساليب دول كلهم بنسميهم اسلوب انشائي غير طلبي. طيب عندك بقى في اسلوب خبري لفظا انشائي معنى غرض الدعاء، ده لما يكون في دعاء. انا مش شايف في دعاء هنا، يبقى لا هو انشائي طلبي ولا انشائي غير طلبي ولا كمان انشائي خبري لفظا انشائي معنى، يبقى ما عنديش غير اسلوب خبري. نشوف اللي بعده. في السؤال رقم 5 بيقول لي الجمال في قوله وكيف وقد اضحت من الحسن جنة. احنا قلنا واحنا بنقول في البدايه ان هي تشبيه شبه مصر بالجنه، يبقى انا هاخد الاجابه رقم د التشبيه. اللي بعده. لو جينا للسؤال رقم 6 بيقول لي الجمال في قوله واخوان صدق يجمع الفضل شملهم. اتفقنا انها اتنين استعاره مكنيه، شبه الفضل بانسان بيجمع حقك سر جمالها التشخيص، ومن حقك تقول برضه استعاره مكنيه ثانيه شبه الشمل وكانه شيء مادي يجمع، ودي يبقى سر جمالها التجسيم. ولكن انا عندي في الاختيارات مفيش ولا اختيار استعاره. طب انا عندي في كنايات وعندي في تشبيه، التشبيه ما ينفعش لاني ما شبهتش حاجه بحاجه وما جبتش الاثنين جوه الجمله، انا شبهت الفضل بانسان وشبهت الشمل بشيء مادي، في اثنين واحد محذوف، يبقى مش ممكن يكون تشبيه، يبقى كنايه. يا ترى كنايه عن ايه؟ قلنا كنايه عن نسبه الفضل للمصريين، يبقى انا هاخد كنايه عن نسبه اللي هي الاجابه رقم ج. ونشوف اللي بعده. نشوف مع بعض السؤال رقم 6 بيقول لي، لا 6 احنا خلصنا 6، نشوف مع بعض السؤال رقم 7. بيقول لي تخيل الإجابة الصحيحة فيما يأتي، في البيت الثاني ظهرت ثقافة الشاعر، اللي هي أني بقى؟ اللي هو وكيف وقد أضحت من الحسن جنة زرابيها مبسوسة والنمارق. إحنا عرفنا إن جملة زرابيها مبسوسة والنمارق تأثر بالقرآن الكريم، ونمارق مصفوفة وزرابي مبسوسة، يبقى ده تأثر بسورة الغاشية، وده بنسميه اقتباس من القرآن الكريم، وده بنسميه اقتباس من القرآن الكريم، يبقى ثقافة دينية، يبقى ياخد الإجابة رقم ب اللي هي الثقافة الدينية. شوف اللي بعده. السؤال رقم 8 بيقول لي في البيت الثاني إيجاز بحسب وكيف وقد أضحت من الحسن جنة زرابيها مبسوسة والنمارق. اتفقنا أصلها والنمارق برضه مبسوسة، والنمارق مبتدأ هتلاقي عليها ضمة، يبقى الخبر هو اللي اتشال، يبقى ياخد إيجاز بحسب الخبر، يبقى الإجابة الصحيحة رقم د. يلا نشوف اللي بعده. بيقول لي في البيت الثاني، لا ده خلصناه وده خلصناه، نخش على اللي بعده. بيقول لي الاطناب في البيت الثاني نوعه، فين البيت الثاني؟ وكيف وقد اضحت من الحسن جنة زرابيها كملها والنمارق. صح، الزرابي والنمارق الاثنين بمعنى واحد، يبقى انت عندك اطناب بالترادف للتوكيد، يبقى انا هاخد اطناب بايه؟ عندك الف، اطناب بالترادف. يلا يا شباب نشوف اللي بعده. السؤال رقم 10
بيقول لي المحسن البديع في البيت الاول. خد بالك، طالما قال لك البيت الاول يبقى لازم تدور الاول على التصريع، لان التصريع هو اول محسن بديع لفظي بيقابلني في البيت الاول. طب ما لقيتش، خلاص دور على الطباق او المقابله. طب ما لقيتش، دور بقى على الجناس الناقص والتام. اوعى تقول دور على السجع، السجع بيكون في النسر. اوعى تقول دور على الازدواج، الازدواج بيكون في النسر. طب تعالى نقرا كده، ارحل من مصر وطيب نعيمها. خد بالك الهاء، انا عايز الحرف الاخير. فاي مكان لي بعدها شائق، مفيش تصريع. يبقى فاضل لك بقى يا اما الطباق يا اما المقابله يا اما الجناس. انا مش شايف في تجانس لفظي، يبقى الطباق والمقابله. انا مش شايف في مقابله، يبقى ما قدامكش غير الطباق. خدت بالك من كلمه ارحل؟ معناها اترك المكان وافارقه وانفر منه. طب خدت بالك من كلمه شائق؟ معناها جذاب وممتع وابقى فيه. يبقى كلمه ارحل وكلمه شائق بينهما طباق. هتبقى الاجابه رقم جيم. يلا يا شباب نشوف السؤال اللي بعده. التدريب الثاني، يقول الشاعر فوزي عيسى عن مدينته الإسكندرية، بيقول لها أحبك والحب لو تعلمين ربيع القلوب ونور المقل، وألقاك فجرا شهي الضياء يبدد ليل الأسى والملل، وحين يحاصرني الاغتراب أعانق في مقلتيك الأمل، فأنت التي تسكنين الفؤاد وكل البلاد سواك طلل. الله، أبيات حلوة قوي. الراجل هنا بيبين مدى حبه ومدى عشقه ومدى تعلق القلب بمدينة الإسكندرية. بص بيقول لها إيه؟ أحبك، كمل بقى، والحب لو تعلمين ربيع القلوب ونور المقل. يعني إيه؟ يعني أنت حبك بينور قلبي، وانت حبك ماله بقى؟ بينور عينيا، هو الربيع لقلبي اي الحياه، وكمان النور لعيني. رجع قال لها القاك فجرا، لما بشوفك بشوفك زي الفجر اللي بيعمل ايه بقى؟ شهي الضياء، يعني نوره جميل، يبدد ليل الاسى والملل، يعني يبدد يعني يزيل ويفرق. ها رجع قال لها وحين يحاصرني الاغتراب وانا بعيد عنك اعانق في مقلتيك الامل، بشوف في عينيك الامل. رجع قال لها فانت التي تسكنين فؤادا، انت اللي ساكنه فؤادي، يعني قيدت قلبي بهواكي. وفي الاخر راح ختم وقال ايه بقى؟ وكل البلاد سواكي طلل، يعني ما فيش اي بلد ينفع تاخد مكانتك عندي، لان كل البلاد في عينيا بتبقى طلل مهدوم الا انت، انت بس اللي ظاهره قدام عينيا. الله على كلماته، الله على الفاظه، الله على خيالاته، والفكره عنده ظاهره جدا، والعاطفه عنده صادقه وقويه وحاد قوي. اي حد يقرا الابيات دي يعشق مدينه الاسكندريه. يلا نشوف التدريبات بتاعتنا على القطعه دي، يلا بينا يا شباب. السؤال الاول يا شباب بيقول لي دلل من خلال الابيات على ان الالفاظ وليده العاطفه. شباب الراجل هنا سالنا سؤال، قال كلمتين، قال الالفاظ وقال العاطفه، وبدا بالالفاظ وختم بالعاطفه. لازم تعرفوا ان العاطفه لو قويه وصادقه وحاده بيظهر اثرها في الالفاظ، والتجربه الشعوريه الصادقه عند اي شاعر هي اللي فيها صدق العاطفه وقوه الالفاظ. فانا دلوقتي مضطر ان انا احدد له العاطفه المسيطره على الشاعر في الابيات، وكمان لازم ادلل من خلال الالفاظ. فانا هقول له تشوف في الابيات، يعني تكشف في الابيات عن عاطفه حاده صادقه غرق فيها الشاعر بفكره ووجدانه، يعني الشاعر غرقان لشوشته في هذه العاطفه، الا وهي عاطفه الحب والتعلق والعشق والغرام والهيام لمدينة الإسكندرية. طب هل ظهر ده في الألفاظ؟ اه طبعا هسقف له، ولقد مرع الشاعر في اختيار معجم الألفاظ، ألفاظ المعجم بتاعته كان مرع في اختيارها، ولقد مرع الشاعر في اختيار معجم الألفاظ، فجاءت ألفاظه ظلا وانعكاسا وملائمة ومناسبة لتلك العاطفة، حيث جاء بكلمة أحبك، جاء بكلمة الحب، جاء بكلمة نور، جاء بكلمة ربيع، جاء بكلمة أعانق، جاء بكلمة ايه تاني يا ربي؟ الابيات تاني، نرجع للابيات عشان ناكد عليها. جاء بكلمه تسكنين، جاء بكلمه الفؤاد، جاء بكلمه الضياء، جاء بكلمه فجر. دي كلها كلمات بتثبت ان الشاعر قدر ان هو يعبر عن العاطفه القويه بتاعته. السؤال الثاني، ايهما اجمل ولماذا؟ اعانق في مقلتيك الامل ولا اعانق الامل في مقلتيك؟ طبعا احنا قلنا ان دايما اسلوب القصر بيكون اجمل من عدم القصر، لان اسلوب القصر يا شباب بيكون غرضه التوكيد والتخصيص، وانا شايف ان الراجل هنا في الجمله الاولانيه جاب اسلوب قصر، قال لك اعانق في مقلتيك، ها قول الامل. طبعا الامل مفعول به، أعانق في مقلتيك الأمل، أعانق أنا الأمل، يبقى الأمل مفعول به، يبقى ده عندك أسلوب قصر يفيد التوكيد والتخصيص. يلا بينا نشوف السؤال اللي بعده.
ثلاثة، فأنت التي تسكنين الفؤاد. إيه الصورة البلاغية اللي فيها وإيه قيمتها الفنية؟ بتهزر لو أنت ما أنتش عارف. طبعًا شبه الإسكندرية بإنسان يسكن، وشبه الفؤاد وكأنه بيت يسكن، يعني أنت عندك اتنين استعارة مكنية. هقول استعارة مكنية هتشبه مدينة الإسكندرية وكأنها إنسان يسكن، سيدي جمالها التشخيص، وكمان استعارة مكنية شبه قلب الشاعر وكأنه مكان يسكن ويعيش ونعيش فيه، وده طبعًا برضه هيبقى سر جماله برضه التجسيد. وطبعا قيمتها الفنيه بتوحي لمدى عشق وتعلق وهيام وغرام الشاعر بمدينه الاسكندريه. السؤال اللي بعده بيقول لي هات من ابيات اسلوب قصر، فاكر الجمله بتاعت لسه قايلها من شويه واعانق في مقلتيك الامل، ده كان اسلوب قصر غير التوكيد والتخصيص. اوعى تنسى ان كلمه مقله مجاز مرسل، مجاز مرسل عن الجسد كله علاقته الجزئيه. يلا بينا نشوف مع بعض السؤال اللي بعده. التدريب الثالث يا شباب، يقول إيليا أبو ماضي، وده شاعر حكيم وشاعر بيحب ينصح الناس، ويعتبر هو أفضل شعراء العرب في الأمل والتفاؤل، إحنا بنلقبه بالشاعر المتفائل، ودايما بيحب يقدم مجموعة من الحكم والنصائح لكل الناس اللي عندهم تشاؤم وحزن ويأس وألم. بيقول كن بلسما، ده بدأها بأسلوب إنشاء نوع أمر، كن أنت، يبقى أسلوب إنشاء نوع أمر غاد نصح وإرشاد. كن بلسما، نكلة للتعظيم، حاجة حلوة، البلسم هو الدواء والشفاء. إن صار، إن أداة شرط تفيد الشك، إن صار ظهرك، ظهرك اسم سارة خد بالك، ها يعني مبتدأ في الأصل، ها أرقم، الأرقم اللي هو الثعبان اللي هو عنده سم قاتل، يعني من 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 نوع من أنواع الحياة وبيكون شديد الفتك أو القتل، ها إن صار ظهرك أرقم، خدت بالك إنه عمل تشبيه؟ شبه الظهر بالأرقم وهو الثعبان، يعني تشبيه بليغ. طيب خد بالك إن كلمة بلسما عكسها كلمة أرقمة، لأن البلسم شفاء ودواء، امال الارقم؟ الارقم قتل وموت وسم وعناء. طيب وحلا، بيقول لي وحلاوه ان صار غيرك علقمه، كن حلاوه ان صار غيرك علقمه، العلقم اللي هو المر، وطبعا حلاوه ومر الى طعم الحلو والى طعم المر، يا بينهما طباق. خد بالك بقى كده في طبقين، وخد بالك في تصريع ارقام علقام، وخد بالك في جناس ناقص قاف ميم الف وهنا قاف ميم الف. طيب رجع قال له أحسن، بيأمره تاني، يبقى أسلوب إنشاء نوع أمر غاد نصح والإرشاد برضه. وأحسن وإن لم تجزى، خد بالك تجزى فعل مبني المجهول، يعني إجاز بحذف الفعل وفعل مضارع تجد واستمرار، حتى بالثناء أي الجزاء الغيث يبغي إنهما. خدت بالك من التشبيه هنا؟ ده شبه حالة بحالة، شبه حالتك لما تفعل الإحسان ولا تنتظر الجزاء والعطاء والشكر بحالة المطر الذي ينزل علينا على الأرض ولا يبغي من الناس شيئا. رجع قال له يعني تشبيه ضمني، من ذا يكافئ زهرة فواحة؟ هل في حد يقدر يكافئ الزهرة على العطر اللي تديه لنا؟ جاوب لا، يبقى غرضه النفي. أو من يسيب البلبل المترنمة؟ هل حد يقدر يكافئ البلبل على إنشاد وتغريده لنا؟ جاوب لا، يبقى غرضه برضه النفي. والمضارع هنا كتير للتجدد والاستمرار. عد الكرام المحسنين وقسهم، تعرف تعد الكرام؟ تعرف تعد المحسنين في الدنيا؟ اه انا بأمرك تعدهم وتعمل مقارنه بينهم وبين الزهره وبين البلبل المترنم. الكريم لما يفعل كرمه او يفعل احسانه ينتظر العطاء، لكن الورده لا تنتظر والبلبل لا ينتظر، طب والشخص المحسن ان احسن الينا ينتظر العطاء؟ يبقى مين افضل، الزهره والبلبل ولا الكرام والمحسنين؟ اكيد الزهره والبلبل. هو قال كده، قال عد الكرام المحسنين وقسهم بهما، قسهم بهما اللي هي الزهره والبلبل، تجد هذين، هذين اللي هم الزهره والبلبل، منهم اللي هم الكرام والمحسنين اكرما. تعال نشوف مع بعض بقى الاسئله اللي بعد كده. في السؤال الأول بيقول لي الاستفهام في البيت الثالث غرضه إيه؟ من ذا يكافئ؟ هل حد يقدر يكافئ الزهرة والبلبل؟ لا، يبقى غرضه النفي، يبقى هتاخد الإجابة رقم د اللي بعده. السؤال رقم 2 بيقول لي الأمر في البيت الأول غرضه إيه؟ اللي هو كن بلسما، لا ده مش كن بلسما بس، وعد وقسهم، كل دي افعال انشائيه، افعال امر، يعني اساليب انشائيه نوعها امر غرضها النصح والارشاد، يبقى انا هاخد الاجابه دي من النصح والارشاد. يلا نشوف اللي بعده. بيقول لي في السؤال رقم 3 المحسن البديع في البيت الاول هو كن بلسما ان صار ظهرك ارقما، احنا خدنا بالنا ان كلمه ارقما وعلقما فيها تصريع،
وخدنا بالنا ان كلمه ارقمه وعلقمه فيها جناس ناقص، وخدنا بالنا ان كلمه ارقمه وكلمه بلسمه فيها طباق، وخدنا بالنا ان كلمه حلاوه وكلمه علقمه فيها طباق برضه. يعني انت عندك طباق في البيت الاول، وعندك تصريح في البيت الاول، وعندك جناس في البيت الاول. شوف الاختيارات بقى. طب انت مستني ايه؟ كل ما سبق يبقى هناخد دال. يلا نشوف اللي بعده. السؤال رقم 4 بيقول لي الجمال في قوله كن بلسما ان صار ظهرك ارقما. خدت بالك؟ صار ظهرك ارقما، يعني بيشبه الظهر بالثعبان السام اللي هو الارقم. يبقى الاجابه عندك هتكون تشبيه بليغ، يبقى الاجابه هتكون رقم د. يلا نشوف اللي بعده. السؤال رقم 5 بيقول لي استعمال الفعل المضارع في الابيات يفيد، اللي هو تجزى، اللي هو يبغي، اللي هو يكافئ، اللي هو يثيب. طبعا المضارع بيفيد التجدد والاستمرار واستحضار الصوره. التحقيق والتوكيد بيكون مع الماضي، زي ما قلت لك الشك والحيره بيكون مع القدوة والمضارع. يبقى انا هاخد التجدد والاستمرار، الاجابه رقم ج. يلا نشوف اللي بعده. السؤال رقم 6 بيقول لي في البيت الثاني ايجاز بحذف. خدت بالك من كلمه تجزى؟ شايفها صح؟ بيقول لك احسن وان لم تجزى. حياتك عندك قدامك كلمه تجزى مضموم اولها اهو، يعني فعل مضارع مضموم الاول، يبقى على طول هتقول ايجاز بحذف الفاعل، يبقى الاجابه الصحيحه هتكون رقم ب. ونشوف السؤال اللي بعده. السؤال رقم 7 بيقول لي الخيال في البيت الثاني. خد بالك بيقول لك الخيال في البيت الثاني كله، يعني بمعنى اصح مش عايزك تجيب جمله معينه، البيت كله. فبقول لك احسن وان لم تجزى حتى بالسنه، يعني بيقول لك اعمل الخير وما تنتظرش العطاء. طب ما الغيث يبغي انهما، يعني الغيث لما بينزل بينفع الناس وبالخير وما بينتظرش منهم العطاء. يبقى انت عندك تشبيه ضمني، شبه حاله بحاله، يبقى الاجابه هتكون رقم د. يلا نشوف اللي بعده. التدريب الرابع يقول المتنبي، طب اقول لك القصه بتاعت الابيات قبل ما اقرا لك الابيات. المتنبي ده كان شاعر عايش في عصر عباسي، وكان عنده صديق مقرب ليه اسمه سيف الدوله الحمدانيه. سيف الدولة كان كثير العطاء للمتنبي، بس في يوم من الأيام حدثت وقيعة بين المتنبي وبين سيف الدولة. في ناس كده دخلت في النص، أوقعت الوقيعة بينهما، فسيف الدولة الحمداني المتنبي آسف ساب سيف الدولة ورحل بعيدًا عنه. فلما رحل حس بالاشتياق إلى سيف الدولة، فبيقول إيه؟ وحر قلباه ممن قلبه شبم، ومن بجسمي وحالي عنده سقم، مالي أكتم حبا قد برى جسدي، وتدعي حب سيف الدولة الأمم. إن كان يجمعنا حب لغرته، فليت أنا بقدر الحب نقتسم. ارجع معايا البيت الأول كده. وحر قلباه، ده أسلوب ندبة، أسلوب ندبة بنستخدمه للتحسر، بص كويس وركز معايا. وحر قلباه أسلوب ندبة غرضه الحسرة، وده من اساليب الانشائيه اللي هي نوع من انواع النداء. وحر قلباه ممن قلبه شبم، شبم يعني بارد. خدت بالك من كلمه حر وكلمه شبم؟ يعني عندك طباق، هنا حر وهنا بارد. ها، ومن بجسمي وحالي عنده سقم، يعني لما كان سيف الدوله بيشوفني وانا قاعد ساكت متخيل ان انا مريض، بس انا ما كنتش مريض. رجع على ايه؟ مالي اكتم حبا قد برى جسدي، بيتعجب ليه بخفي حبي عنك يا سيف، في حين ان في ناس تانية بتنافقك وبتقول لك انها بتحبك. انا بكتم حبك في قلبي، بس حبك لما كرمته في قلبي اضعف جسدي، قد برى جسدي اضعفني. وتدعي حب سيف الدولة الامم، خلي بالك فينا تقديم وتاخير. مين اللي بتدعي حب سيف الدولة؟ الامم، يعني الامم فاعل، وحب سيف الدولة ده مفعول به، يعني ده اسلوب قصر للاهتمام بالمتقدم والتشويق بالمتاخر. وخلي بالك من الافعال المضارعة تجدد واستمرار. ان كان يجمعنا شك، يجمعنا حب لغرته، خد بالك الحب ما بيجمعش، والغره اللي هي مقدمه الجبهه، بس انا عايز سيف كله مش عايز مقدمه راسه، يعني ده مجاز مرسل عن سيف، علاقته الجزئيه. والحب يجمعنا، او يجمعنا حب، دي استعاره مكنيه. فليت، اسلوب انشائي، نوع تمني، غرض الحسره. فليت انا بقدر الحب نقتسم، خلي بالك هي اصلها فليت انا نقتسم بقدر الحب، يعني ده اسلوب قصر. يلا بينا نشوف الاسئله بتاعه التدريب. السؤال الأول بيقول لي الخيال في قوله مالي أكتم حبا، هل الحب يكتم؟ لا، يبقى استعارة مكنية. يبقى هناخد الإجابة رقم ألف. يلا بينا نشوف اللي بعده. الاستفهام في البيت الثاني غرضه فين هو؟ مالي أكتم، يبقى التعجب، يبقى هاخد الإجابة رقم ج. ونشوف السؤال اللي بعده. بيقول لي في السؤال رقم 3 المحسن البديع في البيت الأول هو كن بلسما ان صار ظهرك ارقما. احنا خدنا بالنا ان كلمه ارقما وعلقما فيها تصريع،
وخدنا بالنا ان كلمه ارقمه وعلقمه فيها جناس ناقص، وخدنا بالنا ان كلمه ارقمه وكلمه بلسمه فيها طباق، وخدنا بالنا ان كلمه حلاوه وكلمه علقمه فيها طباق برضه. يعني انت عندك طباق في البيت الاول، وعندك تصريف في البيت الاول، وعندك جناس في البيت الاول. شوف الاختيارات بقى. طب انت مستني ايه؟ كل ما سبق يبقى هناخد دال. يلا نشوف اللي بعده. اربعه، الخيال في قوله غرته، ان كان يجمعنا حب لغرته. الغره مقدمه الجبهه، بس انا عايز سيف نفسه، ومقدمه الجبهه جزء من سيف، يبقى ده مجاز مرسل عن سيف الدوله الحمداني، علاقته الجزئيه هتبقى الاجابه رقم د. ونشوف اللي بعده. خمسه يا شباب، بيقول لي نوع الاسلوب في البيت الاول. انا شايف ان كلمه وحرق الباب ده اسلوب انشائي، نوعه ندبه او نوع من انواع النداء، بس بنقول عليه ندبه للحسره، ما بقولش نداء، بقول ندبه، وندبه نوع من انواع النداء. فهو كاتب اسلوب انشائي استفهام، غلط. اسلوب انشائي نداء لما اقول يا او اي او اي. اسلوب انشائي امر، مفيش امر. طب اسلوب انشائي ندبه، هي الاجابه الصحيحه هتبقى دال، اسلوب انشائي ندب. ويلا بينا نشوف السؤال اللي بعده. بيقول لي في البيت الاول موسيقى مصدرها، ما احنا اتفقنا ان مصدر الموسيقى في البيت الاول هو التصريع، اللي هو كلمة شبموا وكلمة سقموا، يبقى أنا هاخد التصريع الإجابة رقم د. ويلا بينا نشوف السؤال اللي بعده. جابني تدريب جديد بيتكلم فيه الإمام الشافعي، بيقول إذا المرء لا يرعاك إلا تكلفا فدعه ولا تكسر عليه التأسفا، فما كل من تهواه يهواك قلبه، ولا كل من صافيته لك قد صفى، إذا لم يكن صفو الوداد طبيعة فلا خير في ود يجيء تكلفا. الله على الحكم. بص الإمام الشافعي بيقول لنا إيه؟ إذا المرء لا يرعاك إلا تكلفا، لو في حياتك لقيت حد بيتصنع حبه ليك ابعد عنه، فدعه ولا تكسر عليه بعد أن تدعه الأسف والندم والحسرة. فما كل من تهواه، من مش كل اللي انت بتحبه يهواك قلبه. يعني انت ممكن تحب انسان بس الانسان ده قلبه لا يحبك، خلاص يبعد عنه. ولا كل من صافيته، ها انت بقى ايه؟ لك قد صفى. يعني مش كل واحد انت بتصفو اليه وتحبه هو يصفو اليك ويحبك. اذا لم يكن صفو الوداد الموده يعني طبيعه فيك وفيه، فلا خير في ود ماله بقى يجيء تكلفا. اوعى تتعشم في ود حد ما يكونش بيتودد اليك. الشخص اللي بتحبه لو هو كان بيبادلك الحب بالحب ده اقترب منه، لكن تحب انسان والانسان ده بيتصنع حبه ليك ابعد عنه ولا تقترب منه. طب تعالوا نشوف مع بعض الاسئله ونحلها، ومن خلالها نجاوب على مظاهر الجمال كلها. يلا بينا. السؤال الاول بيقول لي المحسن البديع في البيت الاول، خدت بالك من كلمه تكلفه صح؟ وخدت بالك من كلمه تاسف اكيد شايفها، ده بينهم تصريع. طب في حاجه تانية بتدي محسن بديع؟ اذا المرء لا يرعاك الا تكلفا فدعه ولا تكسر عليه التاسف. لا انا ما عنديش غير التصريع، يبقى ناخد التصريع. يلا نشوف السؤال رقم 2. السؤال الثاني يا شباب بيقول لي الكنايه في الشطر الاول عن، كنايه عن ايه؟ هو بيقول لي اذا المرء لا يرعاك الا تكلفا، احنا اتفقنا مع بعض ان التكلف عباره عن تصنع، يعني نفاق، يعني حاجه مش حقيقيه، حاجه زي يقول لك ايه بيبتسم ابتسامه صناعيه، حاجه كده مصطنعه. الراجل بيقول لي كنايه عن صفه الحب؟ لا ما اعتقدش. صفه الصدق؟ بقول لك تكلفا. صفه التودد؟ بقول لك تكلفا. طب صفه التصنع؟ بالظبط هي التصنع، والاجابه الصحيحه هتبقى رقم د. ويلا نشوف السؤال. بيقول لي في الشطر الثاني اسلوب انشائي نوعه، والله انا عندي دعه امر لنصحة الارشاد، وعندي لا تكسر نهي لنصحة الارشاد، يبقى انا هاخد دعه ولا تكسر اللي هو الامر والنهي، يبقى هاخد دال الاولى والثانيه. اللي بعده يا شباب. السؤال رقم اربعه بيقول لي غرض النهي في الشطر الثاني ولا تكسر، الامر نصح وارشاد والنهي برضه نصح وارشاد. يلا يا جماعه نشوف اللي بعده، هتبقى الاجابه رقم الف. خمسة، الأسلوب في الشطر الأول إذا المرء لا يرعاك إلا تكلفا، والله ده أسلوب خبري. ليه أسلوب خبري؟ لأن مفيش لا أمر ولا نهي ولا استفهام ولا نداء ولا تمني ولا أي حاجة من دي. طب بص كده في الاختيارات مفيش أسلوب خبري، خلاص كبر دماغك. ده أسلوب شرط. طب أنت عندك في الاختيارات أسلوب شرط؟ لا، يبقى كبر دماغك. طب خدت بالك من جملة لا يرعاك إلا تكلفا؟ خدت بالك من النفي والاستثناء بإلا؟
نفي بلا والاستثناء بإلا، واحنا متفقين من زمان ده بنسميه اسلوب قصر، وسيلته النفي بلا والاستثناء بإلا غرضه التوكيد والتخصيص. بص كده عندك في قصر، اه عندك في رقم جيم اسلوب قصر، يبقى انت الاجابه الصحيحه هتبقى رقم جيم. ونشوف السؤال اللي بعده. علاقة الشطر الثاني، سؤال رقم 6 والأخير، علاقة الشطر الثاني بالأول إذا المرء، خدت بالك إن كلمة إذا أسلوب شرط؟ يعني يجي وراها جملة فعل الشرط وجملة جواب الشرط. إذا عندك هنا جاي وراها المرء لا يرعاك إلا تكلفا، أنا هعتبر دي جملة فعل الشرط. طب فين جملة جواب الشرط؟ فدعه فعل جزاء أهي، عشان دع فعل أمر طلبي، يبقى ده اسمه جواب الشرط. وإحنا واخدين قاعدة زمان بتقول إيه؟ أي جواب شرط نتيجة لفعل الشرط، اي جواب شرط نتيجه لفعل الشرط، يبقى ناخد علاقتها هتبقى نتيجه، والاجابه الصحيحه هتبقى رقم ب. وتعال نقول شويه ملاحظات على الابيات كلها ككل، هرجع الابيات تاني علشان اقول لك شويه ملاحظات. اول بيت بيقول اذا المرء لا يرعاك الا تكلفا، خد قاعده وما تنساش، لما تشوف كلمه اذا وجاي بعدها اسم لازم تفتكر ان فعل الشرط محذوف، فعل الشرط محذوف، يعني عندك إيجاز بحذف فعل الشرط، وعندك كلمة المرء دي تعرف فاعل، فاعل مرفوع وعلامة رفعية ضمة لفعل محذوف اللي هو فعل الشرط. إذا المرء لا يرعاك مضارع تجد واستمرار إلا تكلفا، ده أسلوب شهر أسلوب قصر، وخد بالك دي كناية عن التصنع والنفاق. فدعه ده أمر نصح الإرشاد، ولا تكسر ده نهي نصح الإرشاد، يعني أسلوب إنشائي. عليه التأسف أسلوب قصر، أصلها ولا تكسر التأسف عليه. خد بالك التأسف والتكلف بينهما تصريع. فما كل من تهواه مضارع تجد واستمرار، يهواك قلبه استعارة مكنية، شبه القلب الإنسان يهوى. ولا كل من صافيته لك قد صفى، لك قد صفى أسلوب مؤقت بقد. إذا لم يكن صفو الوداد طبيعة فلا خير في ود يجيء تكلفا، خد بالك ود يجيء ده برضه استعاره مكنيه، شبه الود وكانه انسان ياتي. وبكده نكون وصلنا لنهايه حلقه النهارده، بتمنى من كل قلبي تكونوا فهمتوا بعض الاسئله او شكل الاسئله اللي ممكن تجي لنا في قطعه البلاغه او في سؤال قطعه النصوص المتحرره. واشوفكم على خير ان شاء الله مع فرع جديد من فروع اللغه العربيه، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.